السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. هذا أخوكم ماجد من قناة ماجد للألعاب. الحقيقة يعني من مدة وجيزة بديت ألعب كلاش رويال، وكلاش رويال من ألعاب سوبر سيل، ألعاب كلاش أوف كلانز نفس الشركة منتجة كلاش أوف كلانز انتجت كلاش رويال، وعندي جيش. الجيش هذا جاي ألعب بيه والحمد لله إلى الآن ما خسرت، فحبيت أشاركه وياكم. الآن راح تشوفونا بالمعركة. والله لا تدق للصبح، الجولم كارت قوي ترى، كلش قوي، مو قوي يعني مو طبيعي بالقوة. نفس القوة تقريبا، تلي دراجون انا 8 وهو 8. اهم شي ما تستعجل بالهجوم، هجومك خليه مرتب ومتقن. دائما خلي هجومك مرتب ومتقن. يبدو انه سلم هو، يعني لا والله ما سلم بعده، دز عملاق. بس ماكو فايدة، يعني شايفين يعني بكل سهولة تغلبت عليه. حصل صندوق. حبايبي لا تلعبون اذا ماكو صناديق، لان اذا يوصل صندوق سحري او ليجند اسطوري او اي صندوق واصل، اكو موقع اللي يريد ادلي فيطوفك هذا الصندوق، يروح وظل صناديق عادية تجي تفتح لك. فلا تلعب اذا ماكو مكان فارغ اللي هي الصندوق. عندنا مكان فارغ، بقى واحد. كلش لا تستعجل، ما قلت لك هجومك خليه مرتب ومنسق، لا تستعجل به.
ولا تتسرع بالهجوم، شايفين هجوم مضاد شلون ينجح؟ ماكو شي يوقفه، هجوم مضاد هذا يعني بغانا ضربة واحدة. الآن انتهى راح، حبايبي مثل ما قلت لكم لا تستعجلون ولا تتسرعون بالهجوم. حصلنا صندوق، خنازير ملكية، بطاقة نادرة، طيب وش طاقة ممتازة، الآن اغفلت الصناديق. اذا العب واكو صندوق سحري او ليجند هاي راح يطوفني، يعني لانه ماكو مكان ينزل، فراح افتح هذا اسوي له حتى لو اشتريه على مود لا يطوفني الصندوق، بس حتى ادليكم قوة الجيش اللي العب به. وراح العب معركة ايضا، خلينا نشوف المعركة جاية. اهم شيء لا تسرعون بالهجوم، واحسب حساب الهجوم مالك وتفوز بكل سهولة، يعني مثل ما قلت لك. شايفين صندوق ذهبي، قد يكون صندوق سحري وهاي ما تعرف شنو جاي، لذلك اقول لك لا تسرع، ما تعرف الصندوق الجاي شنو هو. راح افتحه 4 ساعات، طيب بعد 4 ساعات يفتح. هذا كانت اللي اريد اقوله لكم اليوم حبايبي. واذا على الجيش مالي، هذا الجيش مالي متكون من الجولم طبعا والفارس الهمام طبعا معروف هذا، وبيبي دراجون وهوغ رايدر والمينينز وهاي مات الفريز ومات اللايتنج ووحدة مال الفريز والهياكل العظمية. اللي يريد يجرب هالجيش هذا صدقوني جيش حلو، وللمنطقة 7 والثامنة
اللي يشتغلوا هاي وما في شيء. اتمنى تجربونه وتنطوني رايكم وتقولوا لي رايكم بالتعليقات. هذا اخوكم ماجد، في امان الله.